السلام عليكم، انا جعفر وفيديو قصير عن اهم التغييرات اللي بتصير في دوري ابطال اوروبا والدور الاوروبي الموسم القادم. رونالدو جول 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 جول، متعود دائما ضربهم مدريد. قبل ما نبدا بالتغييرات اللي صارت لازم نعرف ان النظام الاساسي للبطولتين ما تغير، يعني عدد الفرق في كل بطوله ما تغير، ونظام البطوله من مجموعات وخروج مغلوب هو نفسه ما تغير. من اهم التغييرات اللي صارت في دوري ابطال اوروبا انه صار 26 فريق يتاهل مباشره لمرحله المجموعات بعد ما كان 22 فريق في المواسم الماضيه، واللي يتاهلوا مباشره الان هم اصحاب المراكز الاولى في الدور الاسباني الالماني الانجليزي والايطالي، وبعد صاحب المركز الاول والثاني في الدور الفرنسي والروسي، وابطال الدور البرتغالي الاوكراني البلجيكي والتركي، وبعد ما ننسى بطل دوري ابطال اوروبا هو الدور الاوروبي للموسم الماضي. وفي حالة اهل حامل لقب دوري ابطال اوروبا عن طريق الدور المحلي ينضم بطل الدور التشيكي لقائمة الفرق المتأهلة تلقائيا للمجموعات، واذا تأهل حامل لقب الدور الاوروبي لدور المجموعات من ابطال اوروبا بعد عن طريق الدور المحلي يحل محله صاحب المركز الثالث في الدور الفرنسي ويتأهل مباشرة للمجموعات. وبعد تأهل 26 فريق بطريقة مباشرة يتبقى 6 مقاعد بس يتنافس عليها 44 فريق من دول مختلفة في 5 تصفيات كلها بنظام خروج المغلوب، وكل الفرق اللي تشارك في التصفيات هذه في حال الخسارة راح يكون لها فرصة في المشاركة في تصفيات الدور الأوروبي كشيء من التعويض. أما التغيير في الدور الأوروبي فيتأهل 27 نادي بشكل مباشر، وهم فريقين من أسبانيا ألمانيا إنجلترا إيطاليا وفرنسا، وفريق واحد من روسيا البرتغال أوكرانيا بلجيكا تركيا تشيك وسويسرا، وتضيف لهم بعد 10 أندية شاركت في تصفيات دوري أبطال أوروبا لكن خسرت وتنتقل مباشرة لدور المجموعات من الدور الأوروبي. والتعديل الأخير والمهم جدا هو توزيع المباريات في اليوم الواحد على فترتين، يعني المباريات ما راح تلعب كلها بنفس التوقيت. في دور المجموعات مثلا راح تقسم المباريات في اليوم الواحد الى 4 مباريات في الساعه 8:55 و4 مباريات الساعه 11 المساء بتوقيت مكه المكرمه، وبالتاكيد هذا التقسيم راح يستمر ايضا للادوار الاقصائيه. وبس هذه اهم التغييرات في البطولتين الاوروبيه للموسم القادم. كيف تشوف التغييرات هذه؟ هل هي مناسبه بتقوي البطوله او لا؟ اعطونا رايكم. سلام.